حكيت قلبي ملان كثير حكي كلام. لا كلمات تفي هذا الرجل المهجر من الغوطة الشرقية لوصف ما عاشه خلال سنوات الحصار ولحظات القصف والدمار. مجبرين لا باختيارهم يغادر آلاف المدنيين المنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية بعد حملة شرسة استمرت أكثر من 20 يوما لم تبقي فيها قوات النظام وروسيا سلاحا إلا واستخدمته، مخلفة أكثر من 1200 شهيد وفق إحصائيات الدفاع المدني، ومحيلة أبنية الغوطة ركاما ومزارعها أرضا قاحلة. تقارير صحفية قدرت عدد الذين خرجوا من جنوب الغوطة الشرقية بنحو 20,000 مدني، أغلبهم نساء وأطفال، بيد أن الأمم المتحدة قالت إن الأعداد الحقيقية للذين خرجوا ليست معروفة، كما هو الحال بالنسبة لوجهة النازحين. ناشطون رجحوا أن ينقل المدنيون إلى مساكن الدوير وعذرى بريف دمشق، متخوفين من حالات انتقام أو اعتقال قد تنفذها قوات النظام وميليشياتها بحق الخارجين من الغوطة. يا أخي لا بنفتشر ولا بنمانعك أهلا وسهلا قوات النظام التي ظهرت أمام الكاميرات بصورة المسالم الرحيم، أكد شهود عيان بأنها استخدمت المدنيين دروعا بشرية في اقتحام مدينة حموريا والسيطرة على أجزاء واسعة منها، لتتمكن فصائل الثوار بعدها بساعات من استعادة المناطق التي خسرتها وطرد قوات النظام من المدينة. عملية تهجير سكان الغوطة تتم كما عمليات القصف والقتل على مرأى ومسمع مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة التي تكتفي بالتوثيق والتنديد، بل في أحسن الأحوال تقدم حفنات من الطعام لمحاصرين يتجرعون الموتى أشكالا وألوانا.